الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى. وجه الرئيس بسرعة استقبال الطفل في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية ليه. الطفل الفلسطيني تعرضت قدميه لإصابة خطيرة ما قد يضطر الأطباء إلى بترها. على الفور تحركت سيارة الإسعاف التي حملته مع والدته ومن منفذ رفح البري إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ويتلقى حاليا كافة أوجه الدعم الطبي والعلاج. ألف سلامة يا عبد الله. مع المصريين طيبين ويا شيخ ايش في عمي؟ انا رجلي صار على رجلي كل شيء 100%، ليش صار على رجلي؟ عملوا لي عظمه وكل شيء، خلينا امشي لكن انثقبت. في استجابة عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء هذا الطفل الفلسطيني الذي أصيب إصابة بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت وعبوره بشكل عاجل من معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له في المستشفيات المصرية. وكان الطفل الفلسطيني قد ناشد مطالبا بعلاجه في مصر لعلاج قدمه بدلا من البتر، وها هي مصر تستجيب. ومنذ بداية الأزمة في قطاع غزة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات تنديد مصر بكافة الممارسات التي تستهدف المدنيين، مؤكدا في الوقت نفسه على أن التهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الشقيق لا يمكن تبريره مطلقا بالدفاع عن النفس، وطالب بفتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فورا، ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة. مصر التي قدمت وما زالت وستقدم كل الدعم لأشقائنا في فلسطين وتدعم بكل قوتها ومؤسستها وشعبها القضية الفلسطينية على المستوى الدولي في كل المناحي. مصر تداوي المرضى وتساند المظلوم وتشد عضد المحتاج إليها، لذلك كانت وستظل مصر أم الدنيا. أهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة من جولات اليوم، هنتابع فيها أهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية. وبداية جولتنا هتكون من عبد الله كحيل، الطفل الفلسطيني اللي ظهر في الفيديو اللي شفناه مع حضراتكم منذ قليل وناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه في المستشفيات المصرية. على الفور كانت الاستجابة. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد على نقل عبد الله كحيل من رفح إلى معهد ناصر علشان يتلقى الرعاية الصحية اللازمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الصحة قال إنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي نقلت الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتم تقييم حالته الصحية وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة. خلونا نطمن أكتر على الحالة الصحية لعبد الله ونعرف آخر أخباره من ضيفنا اللي بينضم لنا هاتفيا، دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مرحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك. مساء النور، ومحتاجة من حضرتك نتعرف على حالة الطفل عبد الله الصحية والتشخيص الطبي لحالته إيه؟ يعني هو مصاب الحمد لله، يعني بعد استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة عبد الله كحيل التي أطلقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الحمد لله وصل اليوم إلى معبر رفح وهو الآن في سيارة الإسعاف المجهزة برفقة الطاقم الطبي، يتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج. هو مصاب بكسر في عظمة الفخذ بالإضافة إلى جروح قطعية ومتهتكة، ويمكن كمان في جزء من الجلد مش موجود بسبب القصف. إن شاء الله لما يصل إلى المعهد يتم اتخاذ كافة الإجراءات، ومحتاج تدخل جراحي دقيق من خلال الجراحة
مايكروسكوبية، وده تم تجهيزه والإعداد له للقيام بهذا التدخل في معهد ناصر إن شاء الله تعالى. إيه الإجراءات الطبية اللي هيخضع ليها خلال الأيام اللي جاية؟ ما هو ده الحقيقة زي ما قلت لك، التشخيص المبدئي إنه محتاج تدخل بالجراحة الميكروسكوبية للتعامل مع الأوعية الدموية، ثم إزالة التثبيت الخارجي للكسر اللي هو تم تثبيته خارجيا، وعمل تثبيت داخلي مع الحفاظ على الأعصاب والأوردة الحية. ده بس تفاصيل الإجراءات دي يتم بقى التأكد منها بعد توقيع الكشف الكامل في معهد ناصر إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور. طيب يعني الحقيقة الطفل عبد الله كحيل كان ليه طلب إنه رجليه لا تبتر، هل يعني ضمن خطة العلاج لا قدر الله يمكن أن يحدث ذلك؟ ولا استبعدته ده من حالته الصحية خلاص؟ ده هيبان لما يتم الكشف عليه من مجموعة من التخصصات، لكن بالتأكيد الأصل عند كل العاملين في القطاع الصحي هو إنه الباتر ده آخر الدواء. يعني آخر الدواء الكي. لكن الأصل هو العمل على الحفاظ على سلامة المريض وأعضائه. طيب أكيد العناية بعبد الله هتشمل والدته اللي مرافقة معاه يعني في المستشفى، إيه نوع العناية المقدمة لها منكم يعني من وزارة الصحة؟ لا هي ليست بحاجة إلى عناية طبية، هي مرافقة له يا فندم. وإحنا نقدم العناية الطبية لكل أشقائنا المحتاجين، وبالتأكيد إنه عبد الله يعني استجاب له السيد الرئيس شخصياً، وبالتالي فكل الدعم وكل العناية الصحية لعبد الله ولمرافقته السيدة الوالدة. طيب أنا هنتهز فرصة وجود حضرتك معانا الحقيقة دكتور، وأسألك على تصريحات وزير الصحة بالأمس في المؤتمر الصحي مع نظيره التركي، واللي أكد فيها على سعي مصر لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة واستقبالهم للعلاج. ممكن حضرتك تكلمنا عن الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال، كم عدد الأطفال والرعاية الصحية اللي بيتلقوها؟ احنا تلقينا مجموعة كبيرة من الأطفال المصابين بالأورام، وتم تحويلهم الحمد لله إلى المستشفيات الأورام المتخصصة لعلاج الأطفال. الفكرة إنه هؤلاء الأطفال اللي كان في منهم من مضى عليه أكثر من شهر أو شهر تقريبا وبضعة أيام وهو لم يتوقف عن أخذ العلاج. وبالتالي يعني تخيلي حضرتك طفل عنده ورم في المخ، أو طفل عنده ورم في الكبد، أو طفل عنده ورم في الدم ويتوقف عن العلاج لمدة شهر، دي مسألة يعني كانت صعبة جدا. لكن الحمد لله الحمد لله منذ أن وصلوا إلى المستشفيات المتخصصة وبدأ الكورس العلاجي وإعادة مرة أخرى تضبيط العلاج وفق الحالات الصحية لهم، الأمور الحمد لله مستقرة، ويعني في منهم عادة الضحكة إلى أفواههم مرة أخرى. طبعا يعني نتمنى تكون مصر دايما سند ودعم. وسؤالي الأخير ليك يا دكتور حسام، يعني بخصوص الأطفال الخدج اللي كانوا طبعا في مستشفى الشفاء، مصر كانت أعلنت عن استعدادها لاستقبالهم، ويعني جهزت بالفعل سيارات الإسعاف يعني كاملة بالحضانات وما إلى ذلك. ممكن حضرتك تشرح لنا يعني ما قالت إليه الأمور من تحديثات طبعا للأخبار فيما يخص هؤلاء الأطفال؟ يعني ما زالت سيارات الإسعاف المصرية موجودة في المعبر مجهزة بحضانات متنقلة، وأماكن نقلهم إلى المستشفيات معدة ومجهزة. ونحن يعني الحقيقة بنقول إنه كل دقيقة تهم وقد تفرق في استمرار هؤلاء الأطفال في الحياة من عدمها، لذا نحن في انتظار ومستعدون وجاهزون، ونرجو أن يصلوا أمس بدلا من اليوم. نتمنى طبعا نحن يعني نستقبلهم ويحصلوا على كامل الرعاية الصحية. دكتور حسام يعني سؤالي، هل العربات الإسعاف بتنتظر فقط عند معبر رفح، ويعني قدوم هؤلاء المرضى إليها من الداخل غزة من خلال استقبالهم طبعا مع عربات الإسعاف الهلال الأحمر، ولا العربات الإسعاف المصرية بتدخل وبتجيب هؤلاء الأطفال من الداخل؟ سيارات الإسعاف المصرية تنتظر عند آخر نقطة على الجانب المصري من المعبر، بتأتي سيارات الإسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني، يتم نقل المرضى والمصابون
أو المصابين من سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعافية إلى سيارات هيئة الإسعاف المصرية التي تنقلهم بدورها إلى المستشفيات المصرية لاستكمال علاجهم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا ليك. ودايما يعني عهدنا الدور المصري في وقوفها يعني جنب الجميع في احتياجاتهم، فكل التحية الحقيقة على هذه الاستجابة للقيادة السياسية لأطفال غزة. هنروح للانتخابات الرئاسية اللي دخلت مرحلة جديدة وهامة من الدعاية الانتخابية، وبيسعى الحقيقة كل فريق لمرشح انه يستخدمها بقوة عشان يوصل ببرنامج مرشحه الى المواطن في كل مكان. من هنا الحقيقة صدر بيان هام عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اعلنت فيه انه في اطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، قررت بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بالتساوي، وده طبعا إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة اللي بتعود على الوطن بالنفع والفايدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل، 100 دقيقة مجانا لكل مرشحي الرئاسة في الانتخابات. ده اللي أعلنته الشركة المتحدة. مش بس كده، الحقيقة كمان قالت إنه هيكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهيتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين. يأتي ذلك دعما وتأكيدا على حق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم دون الانحياز إلى أحد. كذلك بتؤكد الشركة المتحدة على أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين. ده كان بيان الشركة المتحدة. مبادرة الشركة المتحدة الحقيقة كان ليها صدى واسع بين حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وده اللي احنا في برنامج اليوم هنحاول نرصده مع حضراتكم في جولتنا، وهنحاول نشوف يعني كيف تلقى مرشحي الرئاسة يعني هذا الإعلان المهم من الشركة المتحدة بخصوص يعني وضع 100 دقيقة مجانية لكل مرشح رئاسي. البداية كانت من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اللي وجهت للشركة طبعا الشكر على قرارها بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجانا بالكامل بالتساوي طبعا بكل وسائلها. كمان وجهت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الشكر أيضا للشركة المتحدة، وقالت إن ما قررته هو خطوة ممتازة لدعم المرشحين بالتساوي وواحد من الأدوات الهامة للوصول للناخبين. حملة المرشح الرئاسي فريد زهران قالت عن هذه الخطوة إنها يعني إن مبادرة الشركة المتحدة مبادرة طيبة ومبادرة ممتازة، وتؤكد على وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من الجميع. وأعلنت حملة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أعلنت إن قرار الشركة المتحدة بيبرهن على أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين الرئاسيين، وتعبر عن الشفافية التي تتمتع بها في منح الفرصة لكل المرشحين للمنافسة الشريفة خلال خوض الانتخابات الرئاسية. طيب لسه طبعا مكملين مع حضراتكم في ردود أفعال الحقيقة على مبادرة الشركة المتحدة اللي كان ليها صدى واسع زي ما أنا قلت لحضراتكم بين حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية. وبينضم لنا هاتفيا المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك، ومحتاجة من حضرتك تعقيب على مبادرة الشركة المتحدة بمنح كافة المرشحين 100 دقيقة إعلانية مجانية بالتساوي. احنا اعرضنا عن شكرنا وتقديرنا وتلقينا هذا الخبر بالحقيقه بالرضا والتقدير. رقم واحد انه بيعكس ان هناك المعامله العادله مع كل المرشحين، وفرصه طيبه خاصه وان كل حزب او كل مرشح تحديدا بيتحمل يعني على عاتقه نفقات الدعايه الانتخابيه. نعم، واحنا كم يعني فده دعم جيد ودعم متساوي لكل المرشحين، فشكرا لكم على هذا الدعم. طيب انا هستغل فرصه وجود حضرتك معانا وهسالك عن التحركات الميدانيه لحملتك الانتخابيه لشرح برنامجك الانتخابي.
احنا الحمد لله بدأنا مع بداية الحملة ابتداء من يوم الخميس اللي فات، بداية الحملة في مؤتمر صحفي، وكان يوم على طول كنا في محافظة الدخلية في مؤتمر شعبي، وغدا إن شاء الله في مؤتمر شعبي تاني في محافظة بورسعيد. والمحافظات دي يعني بتدعو المحافظات المجاورة مش بس قاصرة على أبناء نفس المحافظة، يعني محافظة بورسعيد إن شاء الله يعني في دعوة الخمس محافظات مجاورة ليها، وفرصة إن احنا بنعيد ونوجه رسالتنا إلى الناخبين في ونشير إلى برنامجنا الانتخابي، وإن دي فرصة يجب إن الكل يستغلها في الاختيار، ويكون الاختيار قائم على أسس موضوعية، فهي فرصة ديمقراطية وفرصة ممارسة الحق الاختيار والانتخاب، المفروض ما نضيعهاش، ويكون الاختيار قائم على ايه اللي يعني من هو المرشح الذي سيحقق امال الناس، هل هو الاستمرار ولا هو التغيير من اجل اهداف يعلنها المرشح. وحضرتك ايه رايك خصوصا في الاجواء الانتخابات الرئاسيه؟ والله هو في اتجاهين، يعني اللي بيرصد الجو العام في جانب بيقول لك لا احنا عايزين مع الاستقرار، وفي جانب اخر من الناخبين يقول لك لا طيب احنا هذا الاستقرار ماذا جنينا من الاستقرار واحنا عايزين ايه، فدي متروكة للناخبين والنتيجة هي اللي هتعلن، هنشوف فيها اي الجانبين يمثل الاغلبية. بشكرك شكرا جزيلا المرشح الرئاسي دكتور عبد السلام. في اليوم ولسه مكملين مع حضراتكم، والحقيقة احنا هنكمل ونرجع بقى تاني لفلسطين، وهنتكلم يعني في الجزء ده عن جهود الدولة المصرية في تقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني على رأسها تمرير المساعدات الإغاثية لغزة. النهاردة الصبح عبرت أول شاحنة بتحمل وقود من معبر رفح المصري إلى قطاع غزة لدعم الفلسطينيين في ظل نفاذ الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات والمرافق الصحية بسبب توقف مولداتها عن العمل. الحقيقة دي خطوة هامة وهامة للغاية، بتؤكد على فرض الدولة المصرية لإرادتها مدعومة باصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية في موقعها الرافض لتهجير الفلسطينيين أو التفريط في شبر واحد من أرض سيناء. ومن هنا الحقيقة بيجي السؤال عن قدرة مصر على يعني فرض إرادتها وتغيير مواقف دولية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يحدث في غزة. وإحنا على فكرة يعني تابعنا ده وشفنا ده من أول 7 أكتوبر وحتى اللحظة، يعني الجهود الدبلوماسية المصرية من 7 أكتوبر وحتى الآن على كافة الأصعدة، مكالمات هاتفية مع الرئيس، لقاءات ثنائية مع الرئيس، تحركات وزارة الخارجية المصرية، عمل لقاءات قمة، عمل مؤتمر القاهرة للسلام، المشاركة في كل المؤتمرات اللي يعني دعيت إليها مصر أو دعت هي بنفسها ليها في محاولة لوضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على طاولة الحديث.
على المستوى الدولي، تعود الروح مرة تانية للقضية الفلسطينية، وتغيير الكفة. احنا شفنا طبعا يعني حجم ما يعني استثمرت في دولة الاحتلال الإسرائيلي إعلاميا وإعلانيا خلال الفترة اللي فاتت، تخطت 8 مليار دولار من أجل حملات دعائية للكيان الصهيوني والإسرائيل في مجازرها اللي هي بتعملها، يعني زي ما بتقول دفاع عن النفس. إزاي الدولة المصرية إذا قدرت خلال الفترة اللي فاتت دي كلها أنها توضح الصورة مرة أخرى، ونقول إيه، تضع نقاط على الحروف. شفنا المساعدات الإغاثية اللي دخلت من معبر رفح بعد رفض الكيان الإسرائيلي يعني دخولها منذ البداية، شفنا النهاردة أول شحنات الوقود بتدخل مرة تانية، شفنا العلاج المقدم ل يعني أهالينا الفلسطينيين وأطفالهم ودخولهم عشان يتلقوا العلاج هنا في مصر. كل هذا الدعم سواء كان يعني على المستوى اللوجستي أو حتى السياسي أو غيره أو غيره، هنناقشه بالتفصيل مع الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللي بينضم لنا هاتفيا. برحب بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك استاذينا، أهلا بسلام شهدين. أهلا بك. وخليني يعني مشهد اليوم، مشهد دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة بعد توقف زاد عن 40 يوم، دلالاته السياسية إيه؟ يعني بداية دخول شاحنات الوقود ربما ما سبقها من دخول العديد والعديد من شاحنات المساعدات على اختلاف أنواعها إلى قطاع غزة، هو ربما تتويج للمساعي والجهود المصرية منذ بداية الأزمة لإغاثة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. يعني هناك حاجة ماسة بالفعل داخل القطاع حاليا إلى كافة أنواع المساعدات، ولذلك كانت الرؤية المصرية منذ بداية الأزمة هو ضرورة النفاذ الفوري والعاجل لكافة المساعدات بما يلبي الاحتياجات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في القطاع، وليس فقط بعدد محدود من الشاحنات حسبما أرادت إسرائيل منذ البداية، وواجهت هذه المساعي يعني صور مختلفة من العراقيل والتعنت. ولذلك يعني حرصت مصر على أن يكون إدخال المساعدات بشكل مستدام بما يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع، سواء فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية أو المساعدات الطبية، وانتهاءا بالوقود الذي يعني هناك حاجة ماسة إليه في الوقت الراهن، خاصة مع إعلان وكالة الأونروا أنها حتى لن تستطيع أن توصل المساعدات التي ستدخل من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة لعدم وجود الوقود الذي يعني يشغل الشاحنات التي ستكون من مهمتها إدخال المساعدات أو إيصال المساعدات إلى باقي مناطق قطاع غزة. ولذلك كان إدخال الوقود هو أمر حيوي، استطاعت مصر أن ربما تكلل هذه الجهود من خلال ذلك، وضمن العديد من المباحثات الجارية للتوصل إلى ربما صيغة من التفاهم التي تسمح بوقف مؤقت لإطلاق النار، وكذلك لإتمام اتفاق لتبادل الأسرى أو المحتجزين لدى الجانبين، هو جزء من مجموعة كبيرة من الجهود المتواصلة حتى الآن. الحقيقة احنا كنا بنتكلم على الحرب الإعلامية، طبعا إسرائيل في هذه الحرب يعني خاضت حرب عسكرية وسياسية وإعلامية، والحقيقة إعلامية فادتها كثيرا سياسيا وعسكريا على الأرض. الكل يتساءل الآن، هل خسرت إسرائيل حربها الإعلامية؟ يعني منذ بداية عملية طوفان الأقصى استثمرت إسرائيل بشكل كبير في وسائل الإعلام الغربية وفي المؤسسات الإعلامية الدولية لترويج سرديتها ورواياتها لما يجري على الأرض، روجت لذلك بأنه اعتداء على سيادتها وأنها كل ما تقوم به في قطاع غزة هو دفاع عن نفسها. ولكن مع مرور الأيام، مع اليوم هو اليوم 41 من العدوان، ومع توالي الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، ربما أصبح واضحا لدى قطاعات كبيرة من المواطنين في دول مختلفة بأن ما ترتكبه إسرائيل قد خرج يعني عن إطار الدفاع عن النفس بشكل كبير. قد ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية وعقاب جماعي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ترتكب المزيد والمزيد من الجرائم حتى مع استهداف، يعني لم تسلم المستشفيات
من هذه الجرائم، وربما شهدنا اقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وقبله المستشفى الرنكيسي، وقبله الاعتداء على المستشفى المعمداني. هذه الجرائم ربما أسهمت بشكل فعال في أن تغير المواقف الغربية، بدءا من المواقف الشعبية وصولا إلى ربما المواقف الرسمية التي ربما تغيرت حتى على الصعيد الإنساني. على أقل تقدير على المستوى الإعلامي أصبحت وسائل الإعلام الدولية بعدما كانت تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أصبحت الآن تتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار، أصبحت تتحدث عن ضرورة ألا تكون إسرائيل مدعومة في قتلها للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهدافها للبنى التحتية الطبية، واستهدافها لكل سبل العيش داخل القطاع. ربما يعني تضررت صورة إسرائيل بوصفها يعني التي كانت تحاول ترويجها على مدار السنوات بأنها القوى الشرق أوسطية الديمقراطية الوحيدة، أنها الجيش الذي لا يقهر، أنها التي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان. ربما هذه الأساطير أو الشعارات التي حاولت إسرائيل ترويجها على مدار السنوات قد سقطت الآن، أصبح لدى المواطنين في مختلف بقاع العالم إدراك متنامل بحقيقة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحقيقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل سواء في قطاع غزة أو جنبا إلى جنب مع قطاع غزة في الضفة الغربية التي يعاني أهلها الكثير من الويلات والتنكيل الذي تقوم به إسرائيل سواء على الصعيد قوات الاحتلال أو على الصعيد المستوطنين المدعومين بالفعل من حكومة الاحتلال وجيشها. وبذلك أصبح هناك صورة عامة بأن إسرائيل خرجت بكثير عن إطار دفاعها عن نفسها، وأنها ترتكب جرائم إبادة جماعية في الطائرة. صحيح، يعني بدأنا مؤخرا نشوف يعني جراء هذا السقوط الإعلامي والفشل الإعلامي مؤخرا يعني تحركات سواء كان في الشارع الغربي أو الدولي يعني ضد ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. شفنا كمان تحركات على الجانب السياسي، يعني وزراء بيتم عزلهم لأنهم بيعرضوا يعني كل دعم فلسطيني. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا ليك. ولسه مكملين مع حضراتكم، دائما وأبدا المواطن المصري هو رقم واحد في المعادلة، دوره هو الركيزة الأساسية للنجاح والنمو والتطور وأيضا في المقاطعة. الحقيقة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب على قطاع غزة من الكيان الصهيوني انتشرت على الفور حملات مقاطعة لبعض المنتجات الغير مصرية. الجميل في الأمر هو ترشيح بدايل ليها مصرية 100%. في اللحظة دي الحقيقة تضافرت الدعوات الشعبية مع الجهود الرسمية، وبدأت شركات قطاع الأعمال بتسلك طريق مهم وبشكل سريع في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي من الأزمات الدولية اللي فرضت نفسها طبعا على العالم كله خلال الشهور اللي فاتت، بداية من كورونا للحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا بربرية الكيان الصهيوني في فلسطين الشقيقة. من هنا ظهر أهمية الدور اللي بيقوم به قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني واللي بيحقق التوازن مع القطاع الخاص. أسئلة كتيرة بتبحث عن إجابات، هنتعرف على ملخص سريع عنها من ضيفنا اللي بينضم لنا هاتفيا أستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال. برحب بحيك يا فندم. أهلا بيك، أهلا بحضرتك أستاذ دين، أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام يا فندم. أهلا بيك. والحقيقة منذ بداية المقاطعة وشفنا يعني فريقين، فريق قابل لهذه المقاطعة وبيقول إن ده بتعزز الاقتصاد المصري، وفريق آخر بيقول لا ده ما بيعززش أي نوع من أنواع يعني أو دعم للاقتصاد المصري وما إلى ذلك. أنا عايزة حضرتك توضح لي الفرق من بين الجانبين، وبعدين نتكلم بقى يعني على بزوغ نجم منتجات شركات القطاع العام مرة أخرى يعني في السوق. أهلا بحضرتك يا فندم مرة تانية. أنا بس كنت عاوز أبدأ مع حضرتك من رؤية الدولة المصرية والاستراتيجية العامة اللي بتقوم بتنفيذها منذ عدة سنوات، اللي هو بالتوسع في الصناعة المحلية ودعم الصناعة وإحلال المنتج المحلي، ودي استراتيجية كبيرة كانت الدولة المصرية دايما سباقة بالاهتمام بالاعتماد على الصناعة المحلية والمنتج المحلي طبعا، وتقليل وإحلال الصناعة المحلية لخفض الواردات وتعظيم العائد
على الصناعة وتعظيم العائد من المواد الخام المحلية. هذه الرؤية يا فندم يعني سبقت أزمة كورونا مرورا بكافة الأزمات اللي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية. ولولا هذه الرؤية ولولا هذه السياسة ولولا دعم وتشجيع وتعظيم الصناعة المحلية لكان الوضع مختلف الآن. لو جينا على لو دخلنا من هذا على طبعا شركات قطاع الأعمال العام اللي بتديرها وزارة قطاع الأعمال العام، فإن حضرتك على مدار الفترة الأخيرة كان هناك استراتيجية تم وضعها طبعا وحرف على تنفيذها الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقوم أساسا على إحلال الواردات ودعم الصناعة والتوسع في إنشاء صناعات تحويلية جديدة وتطوير الشركات وإدخال تكنولوجيا جديدة وزي ما بيقولوا كده تغيير الخلفية أو الصورة الذهنية اللي كانت متاخدة عن هذا القطاع خلال الفترات السابقة. فأصبحت هذه الشركات بفضل خطة التطوير الشاملة المتكاملة الذي يتم تنفيذها حاليا في شتى القطاعات. حضرتك عارفة ان احنا الوزارة لديها قطاعات صناعات معدنية، صناعات كيماوية، صناعات دوائية، خدمات زي السياحة والفنادق وزي قطاع التشييد. الحقيقة أستاذ منصور يعني حضرتك خدتني خطوة للوراء وتحدثنا عن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة المحلية، وهي جهود يجب يعني أن يتم ذكرها بمزيد من التفصيل. أنا بستأذن حضرتك أن احنا يعني نتناول هذا الملف بشيء من التفصيل غدا إن شاء الله في برنامجنا اليوم في حلقة الغد. وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، لأنه ملف كبير ويحتاج المزيد من الوقت، فأنا بشكرك شكرا جزيلا.